شرفونا ولو اهلا وسهلا فيكم بيت بيتكم. شرفتونا بحلقه جديده من اصله وفصله. بدايه بهذه الحلقه رح نتعرف على اصله وفصله لكلمه طبشه، وكمان في عنا عباره اللي عنده البل تزوره الخيل، رح نعرف شو معناتها وشو المقصود منها، بالاضافه لكلمه اختصاصي ام اخصائي. كل هول بحلقه اليوم، تابعونا. هذا يساعد حدا معقول يعني مطرح طويل عريض ما في حدا، كيف واحد بده يشتري؟ كيف بده يدبر اموره؟ كيف بده لا 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 انا عم فتش على شيء غير. ما في حدا هون يساعدنا؟ مرحبا، في حدا يساعدنا؟ يساعدنا حدا فيه؟ مرحبا، الله معك، كيف الصحة؟ حبيبي انا عم فتش على طبشه بعد اذنك. طبشه برامتون قالوا لي مكتبه يعني كثير كبيره، مفترض لاقي عندك طبشه. هي اكيد بالمكتبه يعني طبشه يعني لازم تلاقي المكتبه. ما بعرف انه انا ميري مكتبه طبخ سنونك الله يخليك. بس اللي اكثر عن الطبشه اول مره بسمع فيها. اول مره بتسمع بالطبشه؟ طبشه هيك نستعملها بقى يعني بدي طبشه انا الله يخليك. ما بس اللي كيف يعني ما تسالني اكثر من هيك، بدي اياها مستعجلا اذا بتريد. طبشه صعب كثير، ما فهمت شو هي طبشه اصلا. ما فهمت شو هي؟ ما لي ساعه بفسر لك، ما عرفت شو هي؟ طبشه يا اخي، طبشه كل العالم بيستعملوها، اذا بتريد اعطيني طبشه. بس قلي كيف انه شو هي؟ شو بدي اقول لك كيف؟ انا عم بشتري، شو بدك خذ مصاري معي؟ بس اعطيني طبشه. بس انا نعرف انه من عندنا ولا مش من عندكم؟ اكيد مش من المكتبه يا خيي، شو بعرفني؟ ساعدنا. شكلها بتجنن، شكلها ولا احلى من هيك. طبشه خيي، حدا بقول لك طبشه؟ بس شو بتستعمل؟ تستعمل بحياتنا، بتستعمل الله يخليك. طبشه للشرب؟ للاكل؟ لا معقول للاكل؟ مش هيك، بس عرفني انا بدنا طبشه. الله يخليك، شوية تفاصيل بلشت تعصبني. انا بدي اعصب يا خيي، بس اعطيني يا خيي، اعطيني الطبشه وخلصنا اذا بتريد. يا خيي شو طبشه؟ مش عم بفهم شو طبشه. كان عندك وخلص او ما عندك؟ كان عندي وخلص. ايه وليه بعتهم يا خيي؟ عرفني جاي بدي جاي. ما لو عارف كنت خليت لك شيء وحده على القليله. عن جد؟ حظنا قليل. ايه اكيد حظنا قليل. نحن حظنا شو منيح. شو يعني هلا؟ صحيح اللي عنده بل تزور الخيل. والله بس هيك نحن ما بتزورنا الا المصايب. شكرا. نعم؟ ما بتزورك الا المصايب؟ شو قصدك انا مصيبه يعني؟ بس عادة. لا هيك قصدك انه انا مصيبه؟ عادة عادة. روح الله يسامحك. الله معك. طبشه ايه؟ الله يسامحك، انا مصيبه؟ لا 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 انت طبشه يا خيي. انا طبشه؟ شو قصدك؟ لحظة شو قصدك؟ لحظة. طبشة شو أصله وفصله؟ يلا نسأل. يلا بدنا نسألك عن كلمة طبشة. شو معناتها؟ شو طبشة؟ شو معناتها؟ ما أنا عم بسألك شو طبشة؟ ما شاء الله، شو عم تاكل؟ ها؟ بني ادمين. يا ساتر يا رب، يعني ممكن تاكلني؟ ممكن. لا يا ساتر، اكلت ممكن. اليوم؟ لا والله بس تركلي. لا تركلي. لا شو اقول لك؟ طبشه. طبشه اول مره. الله يخليك، فكر لي فيها. والله نهائيا؟ ما سمع فيها ولا في شيء قريب منها بالاردني مثلا؟ والله. سيدتي طبشه شو اصله وفصله؟ طبشه اعتقد لبناني. لبناني؟ اعتقد. وشو معناتها؟ يعني صغير، شيء صغير. هي مش لبناني، هي تونسي. مثل ما بنحكي على سبيل المثال انه بعيده شوي صغيره، يعني مسافه مثلا بعيده، شيء انه صغير يعني. يعني طبشه بستعملها وقت يكون في شيء مثل الوقت اللي نقول عضت قصايه، يعني المشوار قريب كثير. شو بتقولوا انتم؟ بالشامي عضت قصايه. او لحشه حجر. لحشه حجر؟ ما حلوه. انه مثلا انه منه مشوار بعيد، لحشه حجر. ايوه قريب. وهيدا حلو نفس الشيء الطبشه هيك. انت باعتقادي. اوكي. على
عوافي. يعطيك ألف عافية يا أهلا حبيب القلب. الله جبر. الحمد لله. الحمد لله. يعني المحل صغير بس فعله كبير اسم الله. كتر خير. فول وحمص والقصص. نعم. ما شاء الله. طبشة شو معناتها؟ طبشة مش سامع فيها؟ لا لا لا. هل هي موجودة بتستعمل بشي بلد عربي؟ آه أوكي، يعني شي بلد عربي عنده اسم طبشة. عندنا اسم تاني مثلا هيدي هي. أوكي شو قبلها؟ ما بيّني؟ طبشة طبشة طبشة. نحن عنا لك شو عنا؟ تفضل 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 لتبين. ايه هذا اللي ايه شو عنا؟ عنا الحمص بدوق. لا 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 حمص بدوق. شي خاص بالشغل ولا بالتحضير؟ لا شي معين. لا انا ما انا اللي عم بقصده انه شي خاص بالشغل. ايه مش بالاكل. لا مش بالاكل. الجرة هي عبارة عن طنجرة الفول. اه ما بعرف فكروا لنا فيها فكروا لنا فيها. الكبشي. لا سوري الكبشه. كبشه بتاعت الفول اللي بالان فيها الفول هي معقوله تنقل. شو الكبشه؟ فرجيني الكبشه لشوف. اه هاي هاي اللي بالان فيها الفول. هاي الكبشه معقوله هيدي هي اللي اسمها الطبشه؟ ما بعرف رح اعمل برمي وارجع لك. يعني معناتها انه تسحب فيها الفولات من الجره. اه هلا بنشوف. شو معنى طبشه؟ عم نسال دي كلمه عربي. عربي؟ آه. سمعتش عنها قبل كده. طبشة. عاوز أسألك عن كلمة طبشة. لا مش موجودة في مصر؟ لا. طبشة؟ سامع بيها؟ لا ما أعرف. سامع بيها؟ هي كلمة عربية. لا ما أعرف. السلام عليكم، بدي أسأل عن كلمة طبشة. سامع فيها؟ أبداً؟ طبشة. آه لا ما سمعتهاش قبل كده. يعني ابدا من صحابك من اهلك من لا لا. طبشه شو هي؟ شو اصلها وفصلها؟ طبشه طبشه سمع فيها؟ احنا بتونسي نقول طنبش في حاجه يعني دخل فيها. طنبش بحاجه يعني فات يعني دخل فيها. دخل فيها يعني اه مش منتبه فات بالحيط يعني شيء هيك طنبش. شو قلتي لي؟ طنبش فيها. طنبش فيها. اه لا هي طبشه 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 طبشه. ما عندك فكره؟ عنده البل تزور الخيل. شو المقصود من هالمثل؟ لنعرف يلا نسأل. في عبارة بتقول اللي عنده البل تزور الخيل. البل تزوره الخيل. ابنك؟ اه ده على الرصيف. ما شاء الله على الرصيف. لا ما شاء الله. مثل عربي فكروا بيها ان شاء الله تفكير. بل البل عنده البل تزوره الخيل. الخيل 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 يعني بل يعني جرس. بل قصدك في الانجليزي؟ لا لا عند البنت. البل البنت؟ اه لا البل. ابل ده بتاع جمل؟ اه ابل الجمال. اه اه اللي عند البنت عند الخيل. يبقى عنده الخيل؟ اه ازاي يعني؟ هو كده اللي عنده البنت تجيله الخيل يعني؟ اه بالظبط كده تجيله الخيل. اه ما اعرف اللي عنده الحظ يعني تقريبا الحظ. اللي عنده الحظ تزوره الخيل؟ اه ايه رايك؟ لا لا ما بظنش. ما بتظنش؟ انت بتعارض ابوك؟ معقوله؟ اه
اللي عنده الجنان يزوروا الخيل، يبقوا في حظيره واحده يعني او في يزوروا بعض؟ اه اصحاب يعني؟ اصدقاء اللي عنده جمل يزوروا الخيل يعني يجي له خير، ربنا ما عنده خير ما عنده الله خيل مش خير خيل 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 اه خيل خيل اه مش فاهم العبارة. هي مثل عربي مثل اه بس اه مش مصري بس عربي اه ما في جواب صراحه شو بدنا نعمل؟ حظنا قليل دور على جوجل هلا يلا ما فيش ساد الصمت والبياض ما فيش؟ ممكن اجي بعد اسبوع ممكن تفكروا بيها افكر اه اسبوع نتلاقى هنا في لا نفس لا مش اسبوع بعد سنه بس قول لي الساعه كام بعد سنه اللي عنده البل تزوروا الخيل اللي عنده البل تزوروا الخيل شو معناتها فكروا معنا يا شباب ايه بس اللي عنده البل الابل بزور الخيل ايه بس شو يعني شو المعنى شو قصد من السؤال يعني بدنا نعرف ايمتى بيستعملوا هالعباره شو المقصود من وراها هل هذا عنده خير كثير ايه اللي عنده البل بزوره صاحب الخير الخيل اللي هو ايوه الخيل اللي نركب جاي دار مضياف يعني اه زي دار مضياف 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 ما شاء الله اللي عنده البل تزوره الخيل شو معناتها؟ هذا مثل عربي عربي عال ايه مثل عربي شو معناته؟ شو المقصود منه؟ ما يحضرني ما يحضرك هذا معنى اللي عنده البل تزوره الخيل نعم يعني خطابة يعني بتعرفه اي قول فسر لي شو مو انا اللهجة اللبنانية يعني مو مهجر شيء اه بس أي. اللي عنده البل تزور الخيل الخيل يعني الخطابين الخطابين اللي عنده البل تزور الخيل سمعنا كتير آراء حول هالجملة خلينا نحن وياكم نشوف شو هو المعنى الحقيقي اللي عنده البل تزور الخيل اشرح لي شو المقصود فيها مقصود بها اللي عنده البنات او السبايك يكونوا بلبنان يجوا الخطاب ايه بس شو علاقه المثل هيدا اللي عنده البل الابل شو يعني البل قصدهم بهم البنات هم مثل تونسي هو مثل تونسي البل هو مقصود بهم البنات والخيل مقصود بهم الخطاب البل الابل يعني الابل الشباب مقصود بهم اوكي يعني تلميح البل يعني البنات والخيل ولا يقصد بهم الشباب يعني تلميح كلمة ربنا يعني يبعث لهم نصيب النصيب طبيعة أيوة. الحال شو منقول اختصاصي او اخصائي يلا نسأل بدي اسألك حسب اللغة العربية شو الاصح لغويا اخصائي او اختصاصي فكري فيها فكري فكري ما تتهوري لا بدنا اجابه صحيحه اختصاصي سؤال هيدا I think بدنا اجابه ما هي هي depends انت وين بتحطها بالسنتنس وين بحطها بالسنت وين بحطها بالجمله ممكن يبين اذا اختصاص او اخصائي لا بحس غلط بس مش معقول يعني لاني كلمه كلمه يعني ستستخدم هيك او هيك بس بشكل صحيح خلص اختصاصي اختصاصي ايه خليك الو جاوبت اختصاصي قلت لي اختصاصي اختصاصي او اخصائي اختصاصي قلتي طيب
بدي باركولك. ثانك يو. شو الأصح حسب اللغة العربية، أخصائي أو اختصاصي؟ أخصائي. أخصائي؟ أخصائي. سامع فيها كثير؟ سامع. متأكد من الإجابة؟ نعم. قد إيه بالمية؟ 100%. 100%. اسم الله عليك وحضرتك. نفسه. هذا اختصاصي راح يختص بشيء معين، بس أخصائي أخصائي بشيء عام. أخصائي بشيء عام. اختصاصي بشيء معين. أنت الدعم له شو ما يقول؟ نعم. يعني لو قال اختصاصك انت تدعمه كمان؟ ما شاء الله. حلو اصدقاء، بس انت برامجك كلش حلو يا حبيبي، كلش حلو يعني حلو كتير. كلش حلو يا حبيبي. كمان عم يدعمنا، ما ألذ وكل شيء بيدعم. صار رفيقك بعد ما عليه والله ابني. يعني شو ما اقول، اقول انا هلا بتدعمني. نعم والله رفقته كويس. الله يبارك فيك. رفقته كلش حلو. انتم طيبين. انتم طيبين. الله يديمكم على الشيء الجميل والحلو ان شاء الله. شو بنقول، اختصاصي او اخصائي حسب اللغه العربيه، شو هي الاصح؟ اختصاصي او اخصائي؟ اثنين صح حسب اللغه العربيه. اثنين صحيح، لانه اثنين بيوردوا بالمقالات اللغويه باللغه العربيه الفصحى. تسمعوا اثنين عبر طيلة بيوردوا يعني. أخصائي أو اختصاصي؟ أنت تقديرك الأصح؟ بدك أخصائي ألطف، موسيقية أكثر على الأذن. موسيقية؟ حسب الموسيقى. اسم الله عليك. نقول أخصائي ولا اختصاصي؟ طبيب أخصائي. طبيب أخصائي، يعني ما ممكن نستعمل اختصاصي. اختصاصي في مادة أنت تقراها تدرسها، لكن أخصائي هو مختص في أخصائي قلب، أخصائي. بس حسب اللغة العربية عم بيحكي يعني. أخصائي. أخصائي المتعرف عليه يعني الصائب. أخصائي. حضرتك بشو مختصة؟ أنا قريت اقتصاد. اقتصاد. ولكن أعمل في مركز نداء كول سنتر. والكويس السالري المعاش؟ اه. إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. يعني ممكن نعمل شوبينج عادي؟ إيه عادي، هاي تفضل، مرحبا بك في تونس. يلا. بس لعلكم توصي. حضرتك بتدفعي أو؟ ما شاء الله، تفضل. اختصاصي او اخصائي؟ هلا بنعرف، تابعونا. نقول اختصاصي او اخصائي؟ نقول اختصاصي. 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 لماذا؟ لان اخصائي مش صحيحه باللغه العربيه تاعنا. غير صحيحه؟ غير صحيحه. مش صحيحه. وشو معناتها اختصاصي؟ يعني اختصاصي هي صحيحه باللغه العربيه. واخصائي معقول يكون لها معنى اخر؟ ما عندهاش حتى معنى ذيك. ما عندهاش معنى. اختصاصي. اختصاصي. اللغه العربيه صحيحه. صحيحه. صحيحه, صحيحة. مضمونه 100%. 100%. ماشي. لازم تهزني لاخر الشارع. عفوا؟ تهزني لاخر الشارع. هزك لاخر الشارع، تكرم عينك. ليه تهزني لاخر الشارع؟ بدك فهمت، بهزك لاخر الشارع، امشي معي. ليه تهزني، يعني تهزني لاخر الشارع؟ اذا ما حابه هالهز بهزك هيك، بدك هيك هيك احسن لك. بدك لاخر الشارع، يلا امشي معي يلا. ليه تهزني لاخر الشارع يا حبيبتي؟ ما عم بهزك. ها شو بدك هز فيكي بعد؟ بدك هزك بعد؟ ما فهمتنيش، تهزني لاخر الشارع معناها؟ لك ايه، هزيني لشو؟ هزك وبتهزيني. ها هزيني، تهزني لاخر الشارع. تهزني. خد تهزني. يلا رح هزك لاخر الشارع، امشي. يلا هزني، الله يخليك. عايزك ايه؟ هزني مستعجل. عايزك ايه يا حبيبي؟ هزني انا طلعت معك على اساس بدك تهزني. هزني. لا عايزك ازاي؟ مش فاهم انا يعني عايزك ازاي. هي انت ما بتشتغل على الخط؟ ايوه بشتغل على الخط، بس ما بتهز الناس؟ لا ما بهزش الناس. كيف ما بتهزهم؟
لا ما بهزهم يا اخي، انا بدي تهزني الله يخليك. ما عندي وقت، انزل بطريق وصلهم. لا لا انزل انزل. نعم لا انزل انزل. لك شو انزل؟ طلعت معك لتهزني؟ لا انزل انزل. ها انا ما بهزش الناس، انا بوصل الناس. انزل. ايه وشو طلعتني لتهزني؟ لا انزل. قل لي ما بتهز الناس من الاول. خلصت حلقتنا وتعرفنا بهيدي الحلقة على كلمة طبشي شو أصلها وفصلها. اللي عنده البل تزوروا الخيل فسلولنا عنها، وكمان كلمة اختصاصي أو أخصائي طلعت الصحيحة هي اختصاصي. بلاقيكم بحلقة جديدة وبنهار جديد، وإن شاء الله بشوف وجهكم على خير. باي باي.